الله 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 الله، انت ضارب في العالي قوي يا سولجنيدي. طب اعمل اعتبار ان الباشا بيقول لك بنفسه يعني. والله جيت الباشا على راسي من فوق، بس الموضوع ده كبير قوي وتقيل قوي ومحتاج تخطط له بهداوه، ما يتاخدش كده قبض جزم. بابا عايزك ثواني. انت كمان ليك عين جايه تشتكي له هنا؟ ابني عزت مساعد شرطة قد الدنيا، ودي منى بنتي. هو في ايه يا ولاد؟ تعالى عايزينك في كلمتين. قوم. ابني ما تضلش يا بنتي، عادي خش. ايه البدل دي؟ انا مش قايل لكم محدش يخش عليا. كفايه صوتك العالي، انت اختك. ها انا مش فاضلكم، مش فاضلكم. عاجبك كده تخرج باللبس ده مع صخمات الدنيا؟ جامدة قوي بنت السور الجنيني، فرز أول، أحب كده بصراحة يا باشا. هي من ناحية جامدة، هي جامدة. الأماكن الشعبية دي بيبقى مدفون فيها حتت فرز أول، عايز اللي يكتشفها. إيه نظامها دي؟ عندك أخبار؟ من ناحية إيه يا باشا؟ شايف يابا اللي بيعملوا فيا؟ يرضيك يعني كده يمد ايده عليا؟ انت يا ولا انت مش هتتلم وتبطل تمد ايدك على اختك؟ شايف كمان يابا، بص ايدي زرقت ازاي من كتر الشد والزق. بص سقت. مش قلت لك 100 مره بطل تزرق ايد اختك؟ انت بطلت تزرق ايدي، وبعدين البت دي مسهوكه بتتوهك يابا. مش عاجبك شايف اللبس اللي لابسه؟ ماله اللبس بس يابا؟ ما كل البنات بتلبسه وهي خارجه مع خطيبها، ولا انا يعني اللي ماليش نفس افرح؟ ماله دي؟ خد دي. ماله اللبس ده؟ ما هو عادي، عادي اللبس. مالكش دعوه باختك، سيبها في حالها. سيبها في حالها؟ يعني ايه سيبها في حالها يا جنيدي؟ تعالى انت بس. بقول لك ايه، روحي انت شوفي حالك يا بنتي، انا ورايا حاجات اهم من التفادي. ربنا يخليك يابا وياخد اللي في بالي. كده يابا تكسر كلمتي قدام المفعوصه بنتك؟ يا عبيط افهم، اللبس يعني ما يستاهلش كل اللي انت عامله ده. وزي ما استفزك ولا هيستفز السفت ابراهيم لما يجي يشوف اختك. ايوه ما هم دب وطربش زيك، هيقوم هابب فيها. هي مش هتسكت، هتدب خناقه تولع الدنيا. احنا بقى نكب عليها جاز ونشعل فيها النار، فاهم يالا؟ هيستخلص من الربطه المهببه اللي احنا فيها دي. انت عاوز اختك تتجوز الجدع الصايع اللي لا شغله ولا مشغله؟ يا ابن الابلسه يابا. ولا يعني مؤاخذه قصدي، يعني الله ينور عليك. يلا يلا عشان مش فضيلك ده، تكميله فيك وفي غباوتك. انا مش عارف انت طالع غاب لمين. طالع لمين؟ بص يا جماعه انا اسف جدا اتاخرت عليكم. معلش احنا اللي جينا لك من غير ميعاد وعطلناك يعني. لا العفو، ازاي ده انتم جيتكم على راسي من فوق، خصوصا مجيه الباشا الكبير ربنا يعزه. والله والله اول ما شفته داخل عليا كنت هتوب ساكت. طب الحمد لله انك ما متش الا لما تقضي لنا المصلحه الاول. حلوه. شوف يا سعاده الباشا، انا خدامكم، بس الموضوع مش سهل. أنا كبيري أطلع رخصة مسحوبة، أفك زنقة محبوس، أدخل موبايل جوه تخشيبة، حاجات رفايع كده. إنما موضوع أحراز ومستندات دي حاجة تخوف، خصوصا لو الورق اتحرق مش هيبقى في قضية، والباشا الكبير بتاعنا هيطلع منها زي الشعرة من العجين. وأنا ألبس في الحيطة؟ لا ده موضوع تقيل تقيل. أنت كمان هتقفش وحلاوتك تبقى تقيلة وتقيلة أوي. ها قلت إيه؟ يقول قلت بس الموضوع ده عايز يستنى. قول لي يا ريس جميل، ما شاء الله العروسة بنتك ربنا يرحمها يا رب. لسه مخطوبة؟ آسف يا باشا، مخطوبة يعني لسه ما اتجوزتش. Thank you.
الثياب اللي انتي لابساه ده انتي اتدننتي؟ انتي رايحه فين يا بنتي؟ تفكري نفسك رايحه فين؟ مامي لو سمحتي سيبيني براحتي. سيبك براحتك؟ انا عايزه اعرف انتي عاوزه تفضحينا ولا ايه؟ في حد في الدنيا يبقى المعرض بتاعه لاول مره ويلبس اللبس اللي هو لابسه ده من غير لا مكياج ولا اي اكسسوارز؟ يا مامي الناس جايه تتفرج على اللوحات بتاعتي مش عليا. يا سلام، افرضي بقى واحد عجبه شكل اللوحات بتاعتك، مش يمكن يعجبه شكلك؟ ايوه، وفي اخر المعرض يجي يسالك يا ترى بابا وماما موجودين علشان اتعرف عليهم واجي اتقدم لك. انت بتهزر؟ انت بتهزر يا صلاح؟ ده بدل ما تروح تقولها تغير الهدوم هي لابساها دي. والله لو كانت عايزه تغير كانت غيرت، بطلي تتدخلي في كل كبيره وصغيره بقى. لا يا دادا، مامي اكيد ما تقصدش، هي مش قصدها تتدخل في حياتي ولا حاجه لا سمح الله. انا عارفه هي قلبها عليا، نفسها تشوفني في الكوشه وانا كمان نفسي اشوفني في الكوشه. انا حاسبه على الله. شايف بنتك بتكلمني ازاي؟ شايف بتاخدني على قد عقلي؟ سيبيها براحتها بقى، ده اول معرض في حياتها واكيد متوتره بما فيه كفايه، مش ناقصه توتر بقى الميك اب والفستان والشنطه والمش عارف ايه. وخلصي انت كمان حفله الميك اب بتاعك لحسن، اقلع هدومي واخش انام. والله ابوك اسود يا ريتني ما عرفت. يا بنت انت عامله ايه نفسك يا بنت؟ عامله ايه؟ ما انا عشان قلت لك تعالي بسرعه تنزلي ناقصه لبس من البط. يلا نروح. قولي بس كده ايه ما عشان خاطر تعالى ليه؟ ولا مش عايز تصلح بالضبط؟ ما تصلح انا اول ما ادور وش الناحيه التانيه عايزك تخلعي من هنا على طول. عارفه الشافعي بتاع الفول والطعميه؟ تستنيني هناك تشوفي اي واحده ست تكون واقفه لوحدها او عيله يكونوا واقفين مع بعض وتقفي جنبهم، واوعي تتحركي غير لما اجيلك. طب هستناك قد ايه؟ من 3 شهور لستة على حسب القاضي. يا اللئيمة يا هيمة ده انت حدوته. خد يا دي امور انت وهو تعالى هنا. معلش يا بابا انا مش فاهمه ايه حكايه الصور اللي حضرتك عايزها مني دي. جرايه سعاد يا بنتي. الله الله الله، وانا خلاص ما بقاش في البيت ده اي حد عاوز يسمع كلامي ولا ايه؟ الله، انا كأب حرام اطلب من بنتي صور ليها؟ لا طبعا مش حرام، بس برضو مش حرام ان انا اعرف ايه السبب. هحطهم في محفظتي يا ستي عشان لما توحشيني يا بنتي اروح مطلعهم. ازيك يا سعاد وحشتيني، واحطهم تاني. ده سبب مقنع يا سعاد ولا محتاجه سبب تاني؟ لا مش مقنع، لان ازاي اوحش حضرتك وانا متلقحه قدامك على طول. متلقحه ايه يا بنتي؟ ايه اللغه اللي بتكلميني بيها دي يا سعاد؟ انا اسفه يا بابا، يعني انا بس بوصف نفسي. حتى لو كنت متلقحه زي ما بتقولي برضه ما تقوليش كده قدامي. قومي هات الصور. انا فعلا عندي صور بس مش هجيبهم لحضرتك الا لما اعرف ايه السبب. يا نهار اسود عليا، في ايه يا بنتي؟ حاضر، الصور دي هفرجهم لعريس متقدم لك. ارتحت يا سعاد؟ عريس؟ قول كده من بدري، ملهاش حق ماما انها تحكي لحضرتك وتزعلك. الله يسامحك يا ماما. كويس بقى يا بنتي ان انت اللي فتحت الموضوع، عشان هي محلفاني اني ما اقولش انها حكت لي كده. برضو يا سعاد يا بنتي اصحيك خلي همك على ابوك يا حبيبك وشمت امك فيا. انت يا سعاد ده انا كنت بغيظها وقايلها ان سرك كله معايا. انت يا بنتي اللي ليا من كل ولادي دول.
خلاص نويتي تنضم المعسكر امك انت الاخرى؟ لا طبعا يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك، ده احنا كلنا ملناش بركه غير حضرتك. بس اجي اقول لحضرتك وانا كل ما حد يضايقني بكلمه اجي ازعلك واحكي لك، وبعدين هتقولي ايه يعني نصيبي كده؟ يا بنتي ما قلناش حاجه، بس برضه احكي خدي رايي يا سعاد. خلاص يا بنتي الكلام يوجع دماغك. اعوذ بالله ما تقولش كده، ده يتقطع لساني لو فكرت في الكلام ده. ادي راسي هي سيدي، اعمل فيها اللي انت عايزه وابقى جزمه لو قلت بم. خلاص انا كمان بقى بطلت كلام من هنا ورايح افعال وبس. وما يا سعاد هات الصور. حاضر. مين ده؟ مين ده يا بابا؟ دي انا. انتي؟ وين اللي ماشي فوق؟ ايه ده؟ ايه الصورة دي يا سعاد؟ وانا يا بنتي هقدم لك الوظيفة غفير؟ هطلع لك رخصة؟ انا عاوز صورة حلوة يا سعاد. من فضلك يا بابا انا بعتز بالصورة دي جدا. مش مهم يا اختي انت تعتز بيها، المهم العريس اللي يشوفها هو اللي يعتز بيها ومعاد صورة حلوة. أنا ما عنديش غير دي. حس كده بقى، يبقى لازم أخدك المصور شاطر يعمل لك صورة حلوة قوي زي اللي بتحطه في الفترين يا بنت. قصدك إيه يعني يا بابا؟ هو أنا وحشة؟ أنتي ده أنتي قمر يا بنتي، والله قمر. بس بقى المصور الشاطر ده هيحط القمر بتاعنا في برواز قمر شبهه بالظبط، فهمتي؟ قولي ورايا حلوة. How nice to see you again. How nice to see you. وخدنا ايه من علام سكة يزيدنا جه. Goodbye. See you again. برافو برافو. اما انت بقى فقولي ايه؟ It's dangerous. يعني انه خطير او خطر. Dangerous. برافو برافو. انتي بقى قولي ورايا be careful. يعني كن حذرة. ثواني يا ولاد هرجع لكم. اتفضل يا استاذ، بس بسرعه لان انا عارف وعشان كده هشغل الاستاذ. ثواني يا ولاد، ثواني مش هتاخر عليكم يا كتاكيت. عايزك. ممكن كوباية مية يا مدام؟ ده بعد إذنك طبعاً. وبعدها لك يا فايزة هتفضلي لبدالي كده؟ إيه عندك مانع؟ يا ستي ما عنديش، بس كفاية إن أنا عملت اللي أنتي عايزاه وجبتهم ياخدوا الدرس هنا. شكلي بقى وحش قدام البنات. بنات؟ والنبي ما تقول دول بنات، دول أرامل. متأكد إن دول في ثانوي؟ هوريكي كرنهاتهم يعني يا فايزة؟ مش معقول كده بقى. دي الواحدة مننا طول ما كانت في المدرسة عمرها ما حطت أحمر ولا أخضر ولا لبست محزق ولا ملزق. ده جيل ما يعلم بيه الا ربنا. في اهالي تسيب بناتها هيخرجوا بالليل كده؟ ممكن ناجل كلامنا عن ذكرياتك ايام المدرسه لوقت تاني. عايز الحق اخلص الدرس قبل المجموعه اللي بعديهم ما تيجي بقى. هو انا كلمتك مش انت اللي جبتني هنا؟ يا ستي انا غلطان، حقك عليا. ممكن بقى تدخلي تقعدي مع عيالك لغايه لما اخلص الدرس؟ لا يا حبيبي ده بعدك، انا هعدلك على قلبك. فايزه كده البنات يقولوا ان انت مش واثقه فيا يا حبيبتي؟ بالعكس يا حبيبي، ده هيقولوا اني بحبك وبموت فيك ومش طايقه بعدك. خش يا حبيبي خش، ربنا يسهل لك عقبال ما اجيب الميه. شفت بيضحكوا ازاي؟ دي ضحكه رقاصه مش ضحكه تلميذه في ثانوي. قلت في بينا يا رب، والله ما انا عارفه احنا رايحين فين. رايحين في داهيه طبعا. مش فاهم بقى يا سيبيومي، كلامك ده تهديد ولا ايه بالظبط؟ اعوذ بالله، هو انا اقدر استجري سعادتك؟ ده انت بركه الوراق كلها. امال ايه بقى معنى كلامك اللي انت سايب مصالحك دي كلها وجاي تقولهولي كانه سر حربي؟ اصلا انا عارف قيمتك وهيبتك، مش عايزك تظلم الناس. بدل ما تركز مع الناس في اللي بتطلبه منهم تقوم تجيب سيره سعيد بيه وتقطع في ثروته وهو غايب. مش دي غيبه وحرام برضه يا مولانا؟ ما عادش الا انت يا بيوم اللي تفهمني ديني.
هو انا لما بصر الناس بحقهم وافكرهم بانهم مضحوك عليهم من الراجل اللي ادوله صوتهم ابقى بكتبه؟ طب روح قول له الكلام اللي انا قلته بالنص ده اذا ما كنتش قلته له فعلا. وليه الغلط بس ده؟ هو انا نقال كلام؟ ده انا قصد خير. وبعدين انتوا في الاخر اهل ونسايب، ما يرضينيش انكم تفرجوا الناس عليكم يا شيخ حسن. انا نسيبي الاستاذ محمود الراجل المحترم الشريف، انما البيه بتاعك ده ما هوش نسيبي، ولا الاستاذ محمود بيعتبره اخوه. ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم. اساله وهو يقولك ليه بس كده، ده لو استاجر يقولك السلام عليكم. اموت واعرف اللي بينكم. ما انا سالته وما قاليش، ولا يمكن قال لي وما فهمتش. سبق وتقدمت لريم قبل كده. اهلا وسهلا. معلش يا عمر، هي ما رفضتنيش، هي قالت ان هي ما بتفكرش في الجواز دلوقتي. ولا ايه يا ريم؟ والله بما انك سالت هي الحقيقه ما تفرقش. يعني ايه؟ الله، مساكي جه اهو. مساء الخير، ازيكم؟ ازيك يا حبيبي؟ ابو زيك منور يا خالد، مبسوطه بتشريفك ليا. أنا برضو أقدر أتأخر عن فنانة عظيمة زي ريم، إنما إيه الهلوة دي كلها؟ لو أنا وزير ما جاليش كاميرات ولا صحفيين قد اللي ولي. ريم تستحق أكتر من كده. كل الناس دي ما جاتش عشان أنا عزمتهم، جم عشان فن ريم وسمعتها. مساء الخير هيثم الزيادة. تظهر في احسن صوره علشانك، وهي دي احسن صوره؟ طب يا رب الصوره دي تتحرق. بس بقى، بس كفايه، عمال تبهدلني طول ما احنا جايين في الطريق. كفايه بس يا بنت، دخليها جوه، مش عايز اسمع لك صوت يا بنت. حاضر يا اخويا، حاضر. هوينا نقص في الدرس، ما انا اكيد في نقص في الدرس.
ده انت عايز تتربى بقى. تربى مين يا ده انت؟ روح ربي لك حاجه تنفعك، ربي لك شويه تنفعك ولما كالسيوم. لا انا ما اسمحلكش. ايوه ما اسمحلكش. انت فاكر نفسك ايه؟ انت هنا يا استاذ ده بيت محترم يعني ناس بتحترمه، انت فاهم ولا مش فاهم؟ بس سكتك خاتم البنت ومن حقك تقول عليها، ها؟ انما غير كده انا ما اسمحلكش. فاهم كالسيوم؟ افهم كده ان انت موافق على اللي هي عملته؟ ايه عملت كده؟ انا قطعت. ما تمرش فيه يا طب بدي ما خدت معاك كده ان شاء الله عندك ما خرجتي. ما تخرجي زي ما انا عايز، زي ما لها خروج في الاساس. انت عمال تشخط وتنطر فيا بأمارة ايه؟ هو ايه اللي بأمارة ايه؟ هو انا كشك السجاير ده انا خاطبها. طب تعالى بقى يا سي خاطبها وقول لي. قول له اخبار الخطوبة الجملة دي ايه؟ وعلاقه ده بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه. استنى يا عمي، 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 استنى يا عمي. احنا قلنا ما يصحش بقى ما تجيش نجاملك، قلنا نعملها لك مفاجاه. والله في كل خير. انت اتضايقتي ولا ايه؟ قلت لكم مش هتنبسط، ما احنا مش قد المقام. اخص عليك يا صبريه، ايه اللي بتقوليه ده؟ بالعكس ده انتوا شرفتوني وانستوني ومجيئتكم دي على راسي من فوق. اتفضلوا بقى البوفيه. انت هترجع تتكلم في اللبس وتخرج على الموضوع؟ موضوع ايه اللي خرجنا عنه؟ ما احنا في قلب الموضوع اهو. ماشي يا سيدي، لبسها زي ما انت عاوز. انما تعالى قول لي يا حبيبي، انت خاطب بقالك سنه وشهور، ايه اخبار الشقه اللي كنت هتبيعها مش عارف؟ واخبار العفش ايه ان شاء الله؟ احنا بقى جبنا جهازها من بدري، انت بقى عملت ايه؟ اخر مره جبت لها هديه كانت امتى بقى شملول؟ حاسب لسه جايب لها دبدوب في عيد الام، صح ولا لا يا بت؟ صح يابا. دبدوب؟ بقى عندها في اوضتها جنينه حيوانات، مش اللي بجيب على اغانيه؟ لو كنت لقيت كلاب وحمير ما كنتش هتأخر، بس قلت ضايع البركه في عزك. ها؟ شوف بقى يا ابني، انا ما ينفعش معايا الكلام ده. انا صبرت كتير عليك عشان البنت بتحبك، لكن كويس اللي حصل ده النهارده حصل عشان نوقع حد من هرتك اللي انت فيه. يعني للصبر احتياج، قدامك شرط واحد بس، يكون حد جاده في موضوع الشقه. يعني وانا ساحر هعمل ايه يعني؟ شهر هسرق سريقه؟ انا ما بقولكش اخلص كل حاجه شهر، انا عايز خطوه بجد. بدل ما انت قاعد تتفسح روح دور على شقه، نقي لك حته عفش عشان تتجوز بسرعه، وساعه ما تتجوز تبقى اشفق وارقص زي ما انت عاوز. خلص الكلام، تصبح زي ما اتمسيت. هوينا بقى. مشيت مع بتوع العشوائية، اديك اتفضحتي في وسط الناس. ما بجد بقى هزعل منك. فضيحه ايه بس؟ هما مش بشر برضه. شفتي كانوا حابينك ازاي؟ وخصوصا ام مرعي دي كانت عايزه تشيلكم على الارض. شايفهم نازلين فيكي بص، قلت ربنا دي من المحبه. ما تفكرنيش ما تفكرنيش، الله يخليك، انا خايفه لا يكون حد فيهم. كملي بجد بقى هزعل منك. طب بقول لك ايه؟ مش كفايه بقى لحد كده؟ يا ريت بقى تقولي لي اتفضلوا بره، وكفايه لحد كده حبيبتي. يلا يا روحي العشاء جاهز. حاضر حاضر. هي 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 الله، شكل الاكل يفتح النفس. هو انت يا حبيبتي مش لسه واكله كبده من شويه؟ في ايه يا انصاف؟ ما تسيبيها براحتها. وما العيال فين؟ ما تعشوا خلاص. تعشوا؟ تعشوا يعني ايه؟ هو ده بيت ولا الكندا؟ طب الغدا وما بقيناش نتلم عليه علشان اللي في الشغل واللي في الجامعه، العشاء كمان مش هنتلم عليه؟ دي ما بقتش عينه بقى. ما تزعلش نفسك يا روح، ده ثواني والعيال يبقوا عندك. واخدك كبده على فين يا انطار؟ ناقصه ملح
هظبطها، ركزي انت في الجبنه. ما احنا نحط الجبنه على الكبده ملحها هيتظبط. يلا يا هيم، يلا يا حبيبي، تعالى اتعشى مع ابوك. ماليش نفسي يا ام. انت ايه حكايتك بقى؟ هو انت لسه زعلان عشان العيله الواطشه دي؟ يا ابني انت ربنا عمل لك الخير، دول البعد عنهم غنيمه. انت عارفه يا ام انا ايه اللي مضايقني؟ كلام جنيدي وعزت صح. قطعوا الاثنين، هما كانوا يطولوا النسب ده. ياما انا لو حطيت نفسي مكانهم حلاقيهم بيتكلموا صح ياما. ما تيلا يا انصاف، ما تجيبي العيال بقى يلا. اهو يلا يا حبيبي يلا، احسن ابوك يزعل بقى. والنبي ياما بلاش، هيقعد يسالني ايه اللي حصل النهارده في الصندوق ويضايقني. انا عايز اقعد مع نفسي شويه. طب عشان خاطر انا ما تكسرش بخاطره، ده فرحان اللي اداهيلي العيال نفسه فرح بلمتهم الولاد اللي قاعدين بنتعشى، بيقول لهم عينيه جمره بالدموع. بص بعد ما ينام انا هنيمه بدري، هنعمل كوبايتين شاي واقعد انا وانت نقلب المواجع على بعضينا. يلا يا حبيبي. مش عايزه اتعشى، عايزه انام، ورايا شغل بكره، قصدي ورايا مدرسه. بطل غلبة يالا، احسن خلي ابوك يعلقك في المروحة وتفضل شلانتة كمان. وانت يا اخويا ارحم ودانك شوية هتطرش. ايوه عامل نفسك مش سامعني. يا عيال قوم، وستكوا هتخلص الاكل، انا عارفة انت هتشبع امتى، اما تاكلني بقى. ايه الاخبار يا ولاد؟ ما تحكولي عاملين ايه؟ الحمد لله تمام ماشي، مفيش جديد. وفي ايه؟ دي طريقة تتكلموا بيها مع ابوكو؟ ده انا لو سالت واحد راكب جنبي في الميكروباص عن حاله هيتكلم معايا اكتر من كده. مش مستعبريني ولا ايه؟ ولا خلاص ما بقتوش تحكوا الا لامكم؟ والنبي يا اخويا لا حد بيكلمني ولا بيعبرني، كل واحد منهم في خلو بلاده زمن منيل. اصل بصراحه يعني يا حاج مفيش حاجه تسر عشان تتحكي. ما انا عارف يا اخويا ان مفيش حاجه في حالكم تسر، بس برضه لازم اعرف هو ده مش من حقي؟ بالنسبة لي حضرتك عارف البير وغطاه، أنا لسه حطك في الصورة بالنسبة اللي بيحصل. أنا بالنسبة لي مفيش جديد، مروحتش الجامعة وقعدت أذاكر في البيت. كدب في أصل وشك، ده ما سابش التليفون وهتكلم. ما صدقهاش يابا، دي بتكذب، قصدي بتنسى. أنا بقى قعدت ألعب مع ستو وقعدت أحكي لها حواديت، مش صح يا ستو يا حبيبتي؟ وهتجيبلي شوكولاتة. وحضرتك يا استاذ هيما بيه؟ انا زي الفل يا حاج. النهارده كان يوم من اسعد ايام حياتي. الصبح في صندوق شباب الخريجين الناس قابلوني مقابله يعني زي الفل. الراجل رئيس الصندوق بنفسه اصر يقابلني. يا سلام. هو اول ما قرا المشروع بتاعي انبهر بصراحه، وقال لهم انا عايز اقابل الولد ده. دخلت قابلته في مكتبه، طلبوا لي قهوه على الريح، بس انا طلبت نسكافيه وهما جابوا لي، ما تاخروش طبعا. وقعد يقول لي شعر يا حاج، قال لي انت بتفكرني بشبابي يا ابني. وبعد جاب صحفيه اجنبيه عملت معايا حوار بصفتي نموذج للشباب الطموح. وايه تاني يا هيما؟ كنت حادثه، قابلت البنت منى وخرجنا يا حاج خروجه كانت زي الفل. رحنا السيما اتفرجنا على فيلم اسمه الاولاد. بيحكي عن ايه يا هيما؟ بيحكي عن ايه يا هيما؟ يحكي عن واحده اغتصبوها الاوغاد، وبعدين جه حبيبها انقذها وضربهم موتهم وخلص عليهم على طول. وبعد كده بقى ابوها واخوها راحوا مجوزينها لواحد تاني، راح مولع فيها وفي نفسه. ويولع في نفسه ليه يا حبيبي؟ يولع فيها وفي ابوها واخوها. بدل ما تزودي الحريقه قولي له في حد ياخد خطيبته يفرجها على فيلم زي ده يا مغفل. ما ده اللي حصل يا حاج، يعني هعمل ايه؟ حضرتك عايز تسال في حاجه تانية ولا كده خلاص؟ الله، انتوا بتتكلموا معايا من غير نفس كده ليه؟ وانا بحقق معاكوا. والنبي يا اخويا ما يقصد ده، هو فاكرك بتسال على حاجه تانية في الفيلم. لا يا ست انصاف، انا لا بسال ولا عايز اكل، انتوا اصلا تسدوا النفس جت كل هم. أنا مش فاهم أنا خلفتكوا ليه؟ وليقولوا قال إيه العيال عزوة وونس، وونس إيه؟ كاتكم نيلة، ده أنتوا تجيبوا اكتئاب. إيه اللي خلاك تنسحب من لسانك؟ كنت ماشي كويس. والنبي ياما تسيبيني في حالي، عشان
عشان انا مش طايق نفسي. مش فاهم هو ليه مش حاسس بيا يعني. عايز نمشي بدماغه يا اما ابقى مش نافع. مفيش كبده تانية انصف. قصد والله يا حاج، انا بس مش عايز اتقل عليك. انت فيك اللي مكفيك، كان الله في عونك. انا يا ابني همي هو همك. انت كويس يا ابراهيم؟ ازوك في الاسم؟ الله يسامحك يا اما. يا حاج والله يعني كان سوء تفاهم والحمد لله خلص. ما اقولكش يعني الناس هناك عاملوني ازاي. ده كان يوم زي الفل. دي كانت فسحه برضه يا ابني. هتقول لي كانت فسحه؟ لو انت فاكر يا ابني لما تتريق على كل حاجه بتحصل لك في حياتك هتحلها. انا ما قداميش غير كده يا حاج، يعني اعمل ايه؟ ارضى بقليلك يا ابني، ارضى بقليلك يا حبيبي. لما تلاقي حل قدامك اتسد، ما تضيعش عمرك وراه تقاوح. شوف لك السكه التانيه لحد ما تفرق. ده بقى الفرق اللي بيني وبين حضرتك، قصدي اللي بين جيلي وجيل حضرتك. يا ساتر عليك يا ابراهيم، هترجع تاني يا ابني لموضوع الاجيال وكلام ما يجيبش همه ده. يا حبيبي انا مش ضد الطموح، ده انا افرح لك من كل قلبي لو حققت احلامك. انا عاجبك يا ابني واحد واطي زي اللي اسمه جنيدي ده يقول عليك كلام زي اللي قاله. يقول اللي يقوله يا حبيبي، ما هو ياما قال. انا المهم عندي المنى بتاعي وعارفه ظروفي كويس. انا الشاب يا ابني، انا يا ابني عارف اني مقصر، عارف، بس ربنا وحده يعلم ان انا بعمل كل اللي بقدر عليه. اوعى حد تقول كده يا حاج، انت عمرك ما قصرت معايا في حاجه. عارف يا ابراهيم يا ابني، لو كانش الحكومه طلعت قرار بتاع منع البنى في الجزيره، انا والله يا ابني والله كنت
قلت لك دول تاني فوقينا هنا بالطول الاحمر، او حتى كنت بنيت لك على حته ارض صعب ليه؟ وقفوا حل منهم لله. معلش يا حاج، قدرنا كده بقى هنعمل ايه؟ زرع تفرج ان شاء الله. انا بس مش عايزك تشغل بالك بيه. انا كويس. كويس ازاي يا ابني؟ بص يا هيما. ايه ده؟ لا ده انت راضي عني بقى. ما دام قلت لي هيما تبقى راضي عني. انا يا ابني طول عمري راضي عنك، حتى لما كان حالك مش عاجبني. لا بلاش بقى نفتح سيره تضايقني، قصدي يعني تضايق حضرتك مني. ماشي ماشي يا حبيبي، بس انا اللي عندك طلب. انت تؤمر يا حاج؟ معذور في قرشين ولا حاجه؟ لا يا ابني الحمد لله مستوره وكله تمام. طب شوف لي معاك 200 جنيه الله يخليك. يوه حاج بهزر معاك بقى. الله اؤمر يا حاج. انا عاوزك يا ابني بكره تروح الجامعه وتجيب شهاده التخرج بتاعتك. اهو فات 3 سنين وشهرين اهو وانت لسه ما طلعتهاش. بس انا مش فاهم يعني حاجه بعمل بيها ايه يعني. يا ساتر على الله، يا ساتر على اللمضة بتاعتك يا ابراهيم. فيها ايه يا ابني؟ بقول لك طلع لي شهادة التخرج بتاعتك. حاضر يا بابا من عينيا. انت تؤمر. حاضر يا بابا من عينيا. انت تؤمر. انا قصدي يعني تقول لي يعني هجيبها ليه؟ عشان لما اروح اجيبها اروح وانا متحمس كده. حاضر يا سيدي انت تؤمر. هقول لك اصلهم يا ابني في الشركة عندنا بيعملوا شوية تغييرات كده، وهيعينوا شباب بيفهموا في الكمبيوتر وعندهم لغه، فانا بمشيئة الله هعمل المستحيل عشان اعينك. بس انت ايه بقى؟ اوعى تكسفني. بس كده دول بقوا طلبين يا حاج. اللطافه دي بقى هي اللي بتخنقني منك. خلاص انت هتقلب عليا ولا ايه؟ انت تؤمر حاج. انا بس عشان خاطر اللحظه الحلوه اللي ما بيننا دي لازم نحافظ عليها. انا موافق هعمل اللي انت عايزه. ربنا يرضى عليك يا ابني ويصلح حالك. ربنا يخليك ليا يا حاج. بقول لك ايه يا واد ابراهيم؟ ما تشوف لنا شريط بتاع مسرحيه بتضحك كده عندك، حطه لنا في الفيديو عشان نقعد نفك عن قلبنا كلنا ونتلم زي زمان. طلباتك كترت قوي يا حاج، مش معقولة كده. يا واد قلت لك اللطافة بتخلقني بتخلقني. يا اللي أدركوا البكا والحزن مكتوبكوا، طب ليت الفرح لما العيلة حواليها بتضحكوا ازاي وهم الدنيا في قلوبكوا، وبتفرحوا ازاي في دنيا الهم ماليها، وبتفرحوا ازاي في دنيا الهم ماليها.